وللمزيد مشاهدينا حول أداء البورصة المصرية انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال. أستاذ حسام أرحب بك على شاشة التلفزيون المصري، كيف تقيم أداء البورصة اليوم خاصة في ظل تواصل المكاسب القوية، تواصل الارتفاعات في مؤشرات السوق المصرية في جلسة اليوم؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والاستاذه المشاهدين. طبعا زي ما تابعنا كده خلال تعاملات جلسه اليوم شفنا فيه استمرار للاداء الايجابي واستمرار يعني نجاح المؤشر الرئيسي في استعاده وتحقيق قمم جديده بالنسبه للمؤشر الاي جي اكس 30 منذ اكثر من 3 سنوات. اعتقد ده كان يعني ناتج عن مرحله تجميع طويله جدا وكبيره جدا استغرقت اكثر من 6 شهور في النصف الاول من العام الجاري، ونجح المؤشر الرئيسي باستعاده مستوى مقاومه هام جدا وهو 14000 نقطه والاغلاق عليه مسجلا مستوى اغلاق عند 14078 تحديدا، وهو مستوى يعني لم يسجل منذ اكثر من 2.5 سنين وخاصه بدايه جائحه كورونا. واعتقد ده كان مدفوع بعمليات شراء مكثفه جدا وفتح مراكز ماليه بالاسهم النقديه من قبل المؤسسات المصريه والعربيه والاجنبيه في بعض الجلسات، وده اللي انعكس ايجابا على اداء المؤشر خلال تعاملات النهارده جلسه اليوم والشهر الماضي. واعتقد ان احنا نشوف فيه استمرار للاداء الايجابي حتى منتصف الشهر الجاري، واعتقد هنشوف فيه بعد كده بعد تحقيق مستوى او استهداف المؤشر الرئيسي مستوى المقاومه الرئيسي الثاني اللي هو 14400، نشوف نوع من انواع عمليات جني الارباح والتصحيح لاغلب الاسهم القياديه، ممكن نختبر ثاني مستوى الدعم الرئيسي وهو 13600، ولكن ان شاء الله نشوف فيه استمرار لاتجاه المؤسسات الماليه المصريه والعربيه نحو شراء وفتح المراكز الماليه بالاسهم القياديه بالمؤشر الرئيسي، ونشوف فيه ده يكون دافع قوي للمؤشر لاستمراره في الاداء الايجابي وتحقيق مكاسب قياسيه خلال الشهر الاخير. نعم استاذ حسام، حضرتك بتتوقع استمرار هذا الاداء الايجابي حتى منتصف الشهر؟ ايوه نعم. يعني في ظل الازمه في منطقه الشرق الاوسط طبعا بسبب الحرب الاوكرانيه الروسيه التي يعني اثرت اقتصاديا على كل بلدان العالم، ما الذي تغير في اداء السوق المصري، سوق الاوراق الماليه المصريه؟ هو طبعا من بدايه الازمه الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا مطلع العام الجاري شفنا فيه اتجاه للاقتصاد العالمي بصفه عامه نحو سياسات اقتصاديه انكماشيه تشدديه بقياده البنك الفيدرالي الامريكي الذي اعتزم يعني مطلع العام الجاري على رفع معدلات الفائده والتي سجلت مستوى 4% وهو الاعلى يعني فائده معدلات فائده منذ اكثر من 20 عاما بالولايات المتحده. طبعا زي ما بنشوف كده ان العائد الخالي من المخاطر كل ما زاد او ارتفع بنشوف فيه اتجاه للاموال المستثمره من الاستثمار في الاسواق الماليه، وبنشوف فيه اتجاه للاستثمار في ادوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر، وده اللي ادى الى تسجيل مستويات متدنيه جدا لاغلب الاسهم القياديه بالمؤشر الرئيسي وصلت. نعم ويعني سجلت مستويات منخفضه جدا، وان القيم العادله لاغلب الشركات القياديه بالمؤشر الرئيسي بالبورصه المصريه اكبر بكثير من القيم السوقيه، وده اللي ادى الى وجود فرصه حقيقيه لتحقيق مكاسب كبيره جدا بالاستثمار بالاسهم القياديه بالبورصه منطقي جدا يا استاذ حسام. يعني اكيد استاذ حسام عيد خبير الاسواق الماليه كنت معنا عبر الهاتف، اشكرك شكرا جزيلا.